اهلا بكل مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، اهلا بيكم. النهاردة حلقة من حلقات حلو الكلام. يشرفني النهاردة في الاستوديو الاستاذ ياسين طه المخرج المسرحي. اهلا بيك استاذ ياسين. اهلا بيك يا فندم. انا بس هستأذنك قبل ما نبدأ الحلقة، وطبعا نعرف السادة المشاهدين ان حلقتنا النهاردة عنوانها دعوة للتفكير ودعوة لتغيير نمط سلوكياتنا ودعوة للارتقاء بنمط حياتنا. قبل ما نخوض في الحلقة النهاردة او نخوض في موضوع الحلقة، عايز اوجه رسالة للحكومة، حكومة مصر المبجلة. احنا النهاردة خدنا ثورتين عظيمتين، ثورة 25 يناير وثورة 30/6. ما الذي تغير بعد هذه الثورات؟ هل هناك جديد؟ هل حدث اشياء تعود على المواطن بالمنفعة؟ هل استفدنا المواطنين؟ بالعكس لا. النهاردة لما نيجي نشوف في كل بيت مصري بيعاني من استهلاك كهرباء. لغاية الآن فاتورة الكهرباء محطوط عليها مصاريف الزبالة، بالرغم من القمامة مالية الدنيا كلها، مالية الشوارع. النهاردة لما نيجي نلاقي نفسنا بعد ثورتين، وثورتين يعني مش هينين، مش شوية، ثورة 25 يناير واللي حدث فيها، وثورة 30 يونيو بعظمتها طبعا، هنلاقي ان الثورات دي ما جمعتناش، فرقتنا. احنا كشعب بعد اي ثورة محتاجين ان احنا نتجمع. ايه اللي يجمعنا؟ هو الوطن. بالعكس احنا كلنا بنعادي بعض. النهاردة لما تيجي تقابل اي حد في الشارع، سواء اخ او اخت او صديق او صديقة، بيقول لك انت ميولك السياسية ايه؟ انت اخواني ولا ليبرالي؟ انت سلفي ولا اشتراكي ولا ماركسي؟ النهاردة ما فيش حاجة بنتكلم فيها غير انت ايه وانا مين. النهاردة ما فيش حد بيدور على الوطن، الوطن بيضيع من ايدينا واحنا قاعدين بنتفرج عليه. امتى كشعب مصر، كمواطنين مصريين، كناس قامت بثورة العالم كله شهد ليها بالعظمة والروعة، امتى هنبص لصالح البلد دي؟ اتمنى ان الحكومة اللي طبعا مشرفانا دلوقتي وكل قاعد في مكتبه مكيف ما تعملش حاجة خالص. نفس الحكومة تبص على العامل، تبص على الفقير، تبص على واحد بيباك كل يوم من غير من غير من غير اكل ولا عشاء، تبص على طفل مريض محتاج يتعالج ومش لاقي علاجه، تبص على طالب نفسه يجتهد في الدراسة ومش لاقي مدرس. نفسنا الحاجات تتغير. اتمنى طبعا انها تتغير. انا اسف الاطالة طبعا استاذ ياسين. النهارده موضوع حلقتنا دعوة للتفكير ودعوة لتغيير نمط السلوك، وده جزء من اللي انا كنت بقوله. امتى هيتغير سلوك الحكام؟ ودعوة للارتقاء بنمط حياتنا. تمام. لو حبينا نسلط الضوء على بعض العادات اللي موجودة في حياتنا الان، ونقول كده عادات غير مرغوب فيها، عادات سيئة. تمام. عايزين نغيرها من الناحية الفكرية، من الناحية السلوكية، من الناحية الاجتماعية. ولو على سبيل المثال قلنا مثلا عادات الافراح لمصر كلها دلوقتي تشتهر بيها، تلاقي افراح وتلاقي قلب الاسد وتلاقي قلب القطة والمطاوي والضرب النار، تقول لنا ايه سعادتك؟ هو في البداية بس احنا عايزين نعرف ايه هو الفرح. تمام. او الفرح بصفة عامة هي ان حضرتك تفرح. الشيخ حضرتك هذا الفرح اللي بيحصل بعيد تماما عن اللي حضرتك بتتمناه. يعني لو جبنا مثلا الموضوع من بدايته، بتلاقي ان العروسة بتحلم بالليلة دي ومجهزة لها وبتقيس فستانها وبتعمل عليه بروفا، وعريسنا الجميل اللي قاعد بعد رحلة كفاح طويلة لغاية ما جهز عش الزوجة بعد ما طلع عينه، تلاقيه حضرتك بيحلم هو واهله بالليلة الجميلة دي، ان هم يفرحوا ويلموا شمل الاسرتين. اللي بيحصل عكس اللي هم بيتمنوه تماما وخارج عن ارادته. تبص حضرتك تلاقيها من اول ما تطلع من باب الكوافير لغاية باب القاعة اشتركت بدون ان تقصد في قطع طريق. موكب موتوسيكلات يعقوبه وموكب عربيات وغرز وخمسات والحاجات اللي انت حضرتك عارفها دي، لغاية ما توصل تبص تلاقي في انتظارها، للأسف من ضمن العادات اللي احنا عايزين نغيرها عادات مقيتة
بتستقبل بوابل من النيران، حاجة عجيبة قوي، شماريخ وصواريخ وبومب بيدي نفس الدوي بتاع الطلقة. ايه ده؟ احنا دلوقتي مش نعرف نميز بين الصاروخ وبين الطلقة بالظبط. ده يعني انت بتعمل ايه؟ ده مش فرح، ده تأصيل للعنف. هي ما دعتش حد وما قالتش لحد اعمل كده، بس هي فوجئت بيه. فدي من ضمن العادات اللي احنا عايزين نغيرها. تعالى المسكينة دي بعد ما تدخل تبص تلاقي في انتظارها 12 سماعة في وش بعض، يجيبوا صرع للفرح كله. ما هو ده اللي بيؤدي للتلوث السمعي. بالظبط كده. تعالى تبص تلاقي واحد قام يجاملها برقصة، هي مش رقصة، زي ما حضرتك ذكرت في بداية الحلقة بالمطوى والكلام الفارغ ده. دي مش رقص، هي دي عادات بتالي معظم الشعب استاذي الفاضل مورثين، يعني موروثات. لا 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 لا، ده موروث خاطئ. ده استعراض حركي بيشرح فيه هذا الراقص طريقة استخدام المطوى، وبيمثل من خلاله ازاي يستخدمها عن طريق التشريط والغز واللي والحاجات دي كلها. ده تأصيل للعنف، دي دعوة للبلطجة. يعني انا انا عايز يعني بنتنا الجميلة دي تفكر ولو للحظة بس ان الليلة الجميلة دي اللي هي اشتركت فيها هيشوفها ابنها لما يكبر. يقول لها يا ماما انا عايز اتفرج على ليلة فرحك. يبص يلاقي مامته وباباه قاطعين طريق دون مراعاة، لا الحد عايز يروح للمستشفى ولا لناس اي حالة تعطلت. ايوه. وبعدين يعني طب انت يا سيدي انت بتستقبلها بهذا الوابل من النيران والشماريخ، طب هتلاقي بوكيه ورد يزين الكوش. تعالى تبص بقى تلاقيها بترعى في هذا الفرح الجميل مجموعة من الاغاني اقل ما يقال عنها انها مش هقول دون المستوى الفني ولا الاخلاقي، بزاءات كلام معمول لأفلام. انا برعى الدعاية بتاعتها بالمجان وبشهر ناس من خلال الليلة بتاعتي بالمجان بدون اي تعب ليهم. يعني انت ستك بترعى في فرح بنتك وانا برعى في فرح بنتي، وده بيرعى في محله وده في ميكروباص، وده احنا بنشهر الفن. حتى كمان كانت الظاهره دي مقصوره بس على الاحياء الشعبيه، دلوقتي انتقلت للاحياء المتطوره كبيره برضه. اه طبعا. ولذلك انا يمكن يحضرني مثل بسيط. بنت صديق ليا حبت تتجوز، جهزت السيديهات بتاعه الفرح. ياه. والله عملت حساب الاول. طبعا. فالعامل بتاع الدي جي بيقول لها لا احنا عندنا، قالت له لا انا مش بتجوز في ميكروباص، هم دول اللي هيشتغلوا. وفعلا اصرت، اخرجت الليله بتاعتها، اخرجتها اخراج جميل. هي اللي بتتحكم في المعازيم، وهي اللي بتتحكم في الاغاني اللي تتقال، وهي اللي بتتحكم في مين اللي موجود ومين اللي مش موجود. كل دي عادات المفروض ان احنا خلاص بقى عفى عليها الزمن. يعني انا بدل ما اصل دعوة للحب أأصل للعنف من خلال ضرب نار ومن خلال طلقة بالطيش. ودي حصلت كتير يا أستاذ إيهاب. طفل صغير في بلكونة ممكن يدفع حياته تمن طلقة طيشة زي دي. ليه؟ فين الفرح بقى اللي سيادتك عايزنا شاركك فيه؟ تلاقي عيني هي عملت فرح دون اللي كانت رسمها في دماغها. قلب بميتم خلاص. طب لو استفدنا في الحوار زي ما حضرتك بتقول كده ان معظم العادات السيئه دي بتبقى مشارك فيها الكثير من الافراد، هل لو دورنا في السلبيات الموجوده حاليا هنلاقي ان المواطن المصري ليه دور اساسي فيها؟ اكيد ده ليه دور كمان اساسي ورئيسي في القضاء عليها. يعني حضرب لسيادتك مثل مشكله الباعه الجائلين. دول كتار جدا طبعا. ده احنا بنعاني، مصر كلها بتعاني، مش هقول لك القاهره بس. ما بقوش جائلين دلوقتي، بقوا مقيمين اساسيين. ثابتين ومقيمين ليل ونهار. يعني هو بيروح بيسيب البضاعه بتاعته متغطيه لتحجز بيها المكان. المسمى اللي بيطلق على الناس ان دي ناس بتاكل عيش، لا
انا مطلوب مني بقى اتعاطف معاه. المسمى جميل جدا على فكرة، ومطلوب مني اتعاطف معاه وادعمه وساعده واقف جنبه واشد من ازره. اديني امارة، اديني امارة واحدة على ان ده بياكل عيش، ده قاطع طريق. لما حضرتك تسدلي جميع منافذ المترو والسلالم الموصلة اليه بـ 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 بالكلام ده، ده اكل عيش، ده قاطع طريق. طب حضرتك لما اجي دلوقتي انا اقف عشان اشتري، ده انا مشترك معاك في الجريمة دي، ده انا المفروض يطبق علي القانون، لانه هو البياع مش متهم لوحده، ده البائع والمشتري هما الاثنين متهمين. زي ما قلنا برضو ده ضعف من الحكومة برضو دكتور ياسين. أيوة. لعدم تفعيل القوانين، محدش بيلتزم النهارده بالقانون. انا مش هروح اجيب رئيس حي عشان يشيل لي بياع. لا، ايه المانع ان رئيس حي يعمل ده من نفسه؟ مش لازم حد هو ينزل يشوف. طب ما انا هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا، يعني علشان إن احنا دلوقتي دعوه للتفكير. انا دلوقتي رئيس حي الخمسين متر اللي انا واقف فيهم دول، انا حسدها رئيس الحي عشان يشيل بياع؟ طب ما هو هيمشي في نفس الشارع اللي هو قطعه وشله، هجيب له ضابط؟ طب ما انا الضابط بتاع ال 20 متر دول، انا اعمل ايه؟ انا ما تعاونش معاه، انا ما ساهمش في المصيبه دي. انت عارف انا وانت لما نشترك في حاجه زي دي، يعني لو انا وحضرتك وجي واحد تاني وتالت وقفنا، طب هو قاطع تلت الطريق، طب ما احنا هنكمل على باقي الطريق، هنقطع معاه مساهمه منا بالكتله البشريه اللي واقفه تشتري دي، يعني هنسحب النص التاني. ايه ذنب الراجل سواق التاكس اللي ما عملش 3 4 مشاوير في اليوم من الزحمه والشلل المروري دون ان هو يتكبد كل الخسائر دي؟ وايه ذنب الزبون الغلبان الراكب المسكين اللي قاعد معاه، بدل ما مشواره يروحوا ب 10 جنيه ولا ب 5 جنيه ولا ب 7 جنيه يلاقي نفسه دفع 15 و20 جنيه؟ ايه ذنب حضرتك وانت راكب العربيه في شارع بالشكل ده تدفع وقود انت ما استهلكتهوش؟ ايه ذنب واحد مصاب بأزمة قلبية او جريح او اي ما يكون في عربية اسعاف؟ عربية اسعاف يا راجل بتصرخ بالصوت الحال، تقول لك انا معايا مصاب، انا معايا مريض، وسعلي. ما هو ده برضه عيب تخطيط يا استاذ ياسين، لان الحكومة لم تفعل من اساس الطرقات، مفيش تخطيط للطرقات. حتى لو طريق سلاح مداح، حتى لو ده موجود انا كمواطن علي دور كبير قوي في المساهمه في ده. بقول لحضرتك انا رئيس حي ال 20 متر دول هقوم بدوره، مش هشترك معاك في الجريمه دي. في بياعين شرفاء كتير، وفيهم بياعين معاهم مؤهلات عليا، وفي بياعين معاهم مؤهلات متوسطه، ناس محترمه جدا، بيختار مكان ما يسدش الطريق. وايه اللي يخليه اصلا يبيع يا استاذ ياسين طالما انه فقد الامل والحياه في المجتمع؟ لو الحكومه دورت على الغلبان دوت اللي هو عامل العامل باليوم دوت او باجره يومه، لو وفرت له عمل شريف يقتات منه هو واهله واسرته، عمره ما هيدور انه يبيع في الشارع. ما هي دي منظومه بقى من 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 زمان. وبعدين اللي حاصل دلوقتي اللي احنا بنجنيه حاليا دلوقتي تبعات الماضي السحيق من كام و30 سنة. ما كانش فيه تفعيل للتوظيف ولا للتعيينات ولا 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 حتى كمان للاستثمار الطاقة بتاعت الشباب دول. فهو بيلاقي الملاذ الآمن له حاجة من الاتنين، يا يغني يا يبيع أي حاجة في الشارع، والاتنين أسهل منه ما فيش. ما انت كل اللي حضرتك بتسمعه دلوقتي ما لا في هارموني ولا في مزيكا ولا في ابداع ولا في كلمه حتى. يعني انا يعني عايز كل واحد فينا كده يبقى ماشي وقدامه علامه استفهام. لو حط قدامه علامه الاستفهام دي مش هيتعب. انا ليه انساق ورا كل الكلام الفارغ دون؟ يعني تلاقي صاحب قهوه اتفضل يا بيه اقعد، بيعزمني على ان على ترابيزه في نص الشارع. هو انا حجر؟ هو انا حجر بتقطع بيها الشارع؟ طب ايه ذنب الناس المساكين اللي ماشيه في الشارع دي؟ يعني تضيق لي نهر الطريق بدل ما يشيل 3 عربيات جنب بعض، يشيل عربيه واحده ويفضل الشلل يوصل 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 لغايه ما يوصل لشوارع القاهره كلها. تعال شوف الراجل ده نفسه، البياع ده نفسه، لو ايه انا هطلب له اسعاف.
مش هيوصل. هتجيله منين؟ مش هيعرف يوصل. هتمشي في شارع هو اساسا سد. سده اه مظبوط. وهو اللي ساهم في 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 في, في الازمه دي. راجل بتاع عيش ينزل تحت الرصيف ب 3 4 متر وياخد من نهر الطريق يعمل قاعده ليه الاول هو لانه قاعد طول النهار ويعمل مكان لمزاجه والباقي بيحفي عيش وبعدين الزبون يجي يقف يسد باقي المكان. دي جريمه. دي جريمه في الطريق. الكلام اللي حضرتك بتكلمني فيه دوت فكرني بحاجه حصلت امبارح في ولايه امريكيه في اوهايو. احد المواطنات الامريكيات راكبه اتوبيس وجنبها احد الاشخاص. فهي استخدمت التليفون وبتسال في شركه على وظيفه. تسال في شركه على وظيفه. تمام. قام الراجل اللي جنبها ده خد منها التليفون واتصل بنفس الشركه قال لها حالا دلوقتي توظفوها. طلع مين ده؟ طلع حاكم ولايه اوهايو. فاحد الراكبين بيساله بيقول له سعادتك حاكم ولايه اوهايو ايه اللي مخليك راكب اتوبيس؟ قال له ما انا لو ما ركبتش اتوبيس مش هشوف المعاناه اللي انتوا بتعيشوها. لو ركبت العربيه اللي هي بازاز فاميه وغامق هبقى معزول عن العالم. فحتى شوف الامريكان بيفكروا ازاي. ما هي احنا بنقول دعوه للتفكير عشان كل واحد فينا يفكر ما يبقاش ماشي كده بالبركه. لا 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 نقول دعوه للتفكير. انا عايز كل واحد يحط قدامه علامه استفهام. فكر في الشيء. فكر انت بتعمل ايه؟ مطلوب منك ايه؟ مش اي حد يسمعك اي حاجه اسمعها. انا مش حقل تجارب يا استاذ ايهاب. ما تجربش فيا. لا ستوب لغايه هنا يعني بلغه الشارع بقى وبلغه السوق والبلطجه والكلام ده. خلاص احنا بطلنا ناكل من الاونطه دي. انت عارف لو الكلام ده انتشر العقل الجمعي بيجبر المحترمين ان هم يعملوا لنا فن نظيف ويبذلوا مجهود بدل ما هو يقول لك يا عم ما هو الناس بتسمع اي حاجه وخلاص. لا انا بطلت اسمع. بما ان حضرتك اتكلمت في الفن وبنتكلم على السلوكيات والعادات مش شايف ان الفن حاليا دلوقتي بيبرز هذه العادات السلوكيه السيئه زي استخدام الاسلحه البيضاء والاسلحه الناريه؟ وانت عارف حضرتك ان الاطفال المصريين بالذات مبتدعين مبتكرين. تمام. بيحبوا يقلدوا. النهارده لما يجي طفل صغير يشوف الفنان محمد رمضان بيستخدم السنجه او المطوه هيعمل ايه الطفل دوت؟ للاسف الشديد هو النوعيه اللي حضرتك بتتكلم عنها من الافلام دي تم تناولها بشكل يعني بشع. هو من وجهه نظره ان هو بيأصل الواقع او بيرصده. طب انت حضرتك بترصد الواقع ده. انا مش هقول لك عالج ولا هقول لك حط لي رؤيه ولا 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 ولا. انت حضرتك عايز تقول ايه؟ زي اللي صور صوره فوتوغرافيه. وبعدين في علامه استفهام. وبعدين انا استفدت ايه؟ انا وحش وبعمل كذا وكذا 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 وبستخدم المطوه وبتحرش بالبنات وي 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 وي. وبعدين في سؤال. ده مش ابداع. وعشان كده انا ما اقدرش اقول ان ده فن. ده مش فن على الاطلاق. طب عشان وقتنا سؤال اخير لاستاذ ياسين طه. لو قلنا ان في هذه الازمنه وهذا الوقت من اللي بيمر بينا كلنا هتلاقي ان معظم الناس بتنظر للاخر بنظره عدائيه. تمام. هل من الممكن ان احنا نجد سبيل او مخرج لعلاج هذه الظاهره؟ الظاهره للاسف خطيره جدا. من وجهه نظرك انت شخصيا شايف ان ممكن الظاهره تعالج في الوقت الحالي ولا صعب؟ دي ظاهره بيه خطيره جدا اهم من اللي احنا قلناه ده كله. النهارده الصراع كله اللي احنا بصدده دلوقتي بسبب هذا الاخر. هذا الاخر اللي هو يعني لا يلتقي معاك في اخواني ولا ليبرالي ولا مسلم ولا مسيحي. ده ما كانش بيحصل في الاول يا ياسين على فكره خالص. لا 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 خالص. مش حد بيسال التاني انت ايه ولا انت مين ولا انت بتعمل ايه. علشان العلاقه بيني وبين الاخر يغلب عليها الضد. انا اسف وقتنا انتهى. معلش يا استاذ ياسين بعتذر لك. لا 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 تحتار. هنكمل الحلقه القادمه ان شاء الله. فاصل صغير وراجعين تاني ونستقبل الدكتور علاء الدين غنيم. فاصل وانتظرونا.
رجعنا لكم من جديد بعد فاصل صغير مع برنامج حلو الكلام. النهاردة بيشرفني الدكتور علاء الدين غنيم، واكيد طبعا بقى ضيف معروف لدى كل المشاهدين. نحب نرحب بالضيف العزيز عليا الدكتور علاء الدين غنيم. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. النهاردة طبعا كانت حلقتنا او بداية الحلقة كانت بتمتاز بان احنا نوجه لوم وعتاب للحكومة، وانا حابب النهاردة ان انا اشاركني الحوار وتقول لي رأيك من ناحية نفسية على الاقل شوية. شايف ان بعد الثورات اللي حصلت، ثورة يناير وثورة يونيو، حاجة اتغيرت؟ لا والله يا فندم للأسف مفيش اي حاجة اتغيرت. يعني الشعب المصري عمل ثورتين مفيش ابدع من كده، العالم كله بيتكلم عنهم بشكل كويس، ومعناه ان الشعب المصري نفسه عايز يبقى افضل وعايز يلحق بركب التقدم والمدنية والعدالة وكل حاجة. انما لحد دلوقتي للأسف مفيش اي حاجة تحققت. تمام. لان احنا لسه ماشيين بسياسة الايدي المرتعشة. طب سعادتك لو قلنا اين الفقراء حاليا من الدستور؟ للأسف الفقراء مش موجودين. يعني لك أن تتخيل حضرتك، يعني إحنا عملنا ثورتين عشان خاطر المهمش والفقير يلاقي له مكان تحت الشمس، وده للأسف مش موجود. يعني أنت تلاقي حضرتك لسه زي ما إحنا ماشيين بالسياسة اللي إحنا ماشيين فيها، الأسعار بترتفع بارتفاع جنوني جدا، الخدمات قليلة جدا. يعني أنت لما تيجي تروح مستشفى حكومي الإنسان يتعالج فيها ما بيلاقيش خدمة كويسة. زائد يعني الجشع والطمع عند التجار وغيرهم، مفيش مراقبة للأسواق بشكل كويس. يعني الأسعار كون أنها توصل للارتفاع الجنوني ده، ما دي كارثة. رغم ان في يعني حاجات كتير مصر بتنتجها، يعني في السلع الغذائيه دي، يعني ايه اللي يخلي السلعه دي ترتفع ارتفاع جنوني؟ انا مش عارف. يعني حتى وصلت لدرجه الجرجير والخص والحاجات دي، يقول لك الدولار ارتفع يا بيه. طب ارتفع ازاي؟ طب ماله مال الجرجير؟ ما اعرفش، ده بيتزرع عندنا ما بنستوردوش حتى كمان يعني. سبحان الله. طب والخص داخل في الموضوع ولا مش داخل؟ داخل طبعا يعني. اكيد طبعا. طب حضرتك لو اتكلمنا عن حقوق الفقراء زي ما حضرتك بنتناقش كده وقلنا اين حقوق الفقراء من الدستور، توجه كلمه للي بيحطوا الدستور دلوقتي والقائمين على تنفيذه ان هم يعملوا ايه عشان ما ينسوش حقوق الفقراء. ولازم يبقى في مواد بتتكلم بشكل كويس عن العداله الاجتماعيه. لازم يبقى في عداله اجتماعيه حقيقيه. مش لازم العدالة الاجتماعية دي تمارسها على الورق وزارة التضامن الاجتماعي مثلا. يعني لازم العدالة نفسها تبقى موجودة. يعني مثلا انا اذكر جيل زي جيلنا، احنا متخرج سنة 2000. الجيل بتاعنا مثلا لحد دلوقتي ما يعني حتى فرصته راحت في التعيين والشغل وهكذا. اللي تشعبط في اي حاجة تشعبط. يعني للأسف الكلام مش موجود خالص. وبالتالي مفروض يبقى في اتجاه تاني خالص. يعني دلوقتي حتى كنا قبل ثورة يناير الناس بتلاقي عشاء يعني بأي شكل من الأشكال، حتى لو مؤاخذة في صفائح الزبالة. دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده، حتى ما بقاش موجود. كنت بتكلم أنا مع أستاذ ياسين من شوية على تغيير نمط سلوكياتنا، فالأستاذ ياسين اتكلم على الأسواق والباعة الجائلين والزحام والطرقات المسدودة والشوارع المباحة للجميع. لو قلت لحضرتك انت شايف ان ده التأثير الحكومي او التقصير الحكومي من جانب عدم الاهتمام بهذه الفئة العمرية من السن اللي هي الشباب، اللي هم زي حضرتك قلت بيتخرج ما بيلاقيش سوق عمل فبيضطر يلتجئ الى المهنة الحرة، البيع اللي هو المتجول. شايف الظاهرة دي ممكن الحكومة تكون ليها الدور الاساسي في القضاء عليها، ولا برضو ده عيب في سلوكياتنا احنا؟ لا، انا شايف ان الحكومه تقدر تشتغل على الموضوع ده بشكل كويس قوي. يعني اولا لو وفرت للشباب الغلابه دول الباعة الجائلين، وفرت لهم اماكن كويسه باسعار رخيصه يقدر يشتغل عليها، ده يبقى كويس، بدل ما هو قاعد في الطرقات وسدد لنا الطرقات واحنا مش عارفين نمشي. تمام. ده من ناحيه. من ناحيه تانية يتوفر يتعمل تدريب وتاهيل للشباب بشكل كويس، بدل ما المستثمرين بيصرخوا يقولوا يا جماعه احنا مش لاقيين عماله. ايوه. ورغم ان انت عندك في مصر عندك عماله كبيره، بس للاسف العماله مش مدربه، فبيضطروا يجيبوا ناس من الصين والهند
والمناطق دي عشان يشتغلوا بعض الاعمال اللي فيها تكنولوجيا هاي تكنولوجي. اكيد حضرتك شايف ان الحكومه الحاليه برئاسه الدكتور الببلاوي لما وضعت الحد الادنى للاجور وهو 1200 جنيه وهو الحد الادنى ده خاص بالعاملين بالحكومه واهملت القطاع الخاص ونسيته تماما، شايف ان دي لبت طموح السائرين من ثوره يناير وثوره يونيو؟ لا طبعا، لسبب واحد، انت لسه الحد الاقصى زي ما هو محدش جرؤ ان هو يتكلم فيه اساسا. طب ليه يا دكتور ما حاولوش يحطوا الاول حد اقصى للاجور ويسيبوا الحد الادنى لغايه لما يرسوا على قرار؟ ما هي العداله الاجتماعيه بتقول ايه؟ ان انا لازم يبقى عندي حد اقصى مناسب. وليكن 20 متر مثلا ولا 15 متر زي ما الاقتصاديين يشوفوا. ده هيوفر تحت في القاعده كمان فلوس للحد الادنى يرتفع شويه، بقى في وفر في الميزانيه. ده من ناحيه، من ناحيه ثانيه المستشارين اللي موجودين في كل الوزارات اللي هم اساسا ما بيعملوش حاجه. يعني انت حتى بيهم وقفت خالص السلم الوظيفي. ما بقاش في سلم وظيفي بالشكل، يعني حتى ما بقاش في القاعده ما بقاش في ناس بتتعين الا بالصدفه اليومين دول. فبالتالي يعني حتى كمان انت بتديهم مرتبات عاليه جدا ومكافئات وبتاع بتوصل بالملايين. رغم ان انت تقدر توفر الملايين دي بشكل كبير يعني. يعني انت وكيل وزاره يقدر يعمل عمل مستشار، يعني بل بالعكس بيبقوا يعني اكثر خبره كمان. يعني انت حتى كنا في الحكومه السابقه بتاعت دكتور محمد مرسي كان في ناس جايين في بعض الوزارات ما بيعرفوش حاجه عن وزاراتهم دي خالص، وجايبينهم مستشارين بمرتبات خياليه جدا. هو اكيد كل نظام ليه عيوبه وليه مميزاته، ولكن لو تطرقنا في الحديث يا دكتور لحاجه مهمه جدا وهي الاهتمام بالتعليم وتعديل السلوكيات ابتداء من الصغر. شايف حضرتك برضو ان ده بيوصلنا للهدف المنشود وهو الارتقاء بالمواطن والوطن، ولا ده برضو لسه ما تمش الدخول في المنظومة التعليمية وإعادة هيكلتها من جديد؟ لا لسه يا فندم، احنا لسه لحد دلوقتي المنظومة التعليمية قائمة على الحفظ والتلقين، ان الانسان يحفظ وبعدين يروح يمتحن. وبالتالي طبعا ده يعني عمره ما هيخلق حد ابتكاري، عقليه ابتكاريه. يعني في الانظمه العالميه الجديده في التعليم قائم على البحث. يعني مثلا حتى في طلبه الجامعه مثلا ما بيدهمش كتاب مدرسي، يقول له انزل ابحث لي في المكتبات وهات لي العنوان دوت، هات لي يعمل لي بحث عن الماده دي. طب من وجهه نظر حضرتك، شايف انت حضرتك ان الشعب المصري دائما يبتكر في التقليد ولا يبتكر في التنفيذ؟ يعني مثلا احنا نشوف مثلا الدول الغربيه بتعمل ايه في حاجه معينه ونقلدها ونعملها وممكن نتفوق عليهم، بس مش في النواحي العلميه ولا البحثيه زي ما حضرتك قلت. احنا مجتمع استهلاكي. استهلاكي، الله ينور عليك. طب حضرتك لو قلنا مثلا النهارده هنلاقي في مصر الكثير قوي من الفقراء المهمشين، لما نلاقي برنامج اعلامي بيلقي الضوء على الفقراء ده كلنا بنبقى سعداء. كلنا بنلمس هذا العمل. النهارده عايزين نوازن ما بين التكافل الاجتماعي ورعايه حق الفقراء ورعايه الفئه المهمشه وذوي الاحتياجات الخاصه. ازاي نقدر نجمع كل دوت ونعمله؟ اقول لحضرتك نكته صغيره. اتفضل، بس ما تكونش مضحكه بس عشان ما اعرفش حاجه. لا مش مضحكه ولا حاجه، هي للاسف مبكيه جدا يعني. طب كويس، يعني هنبكي معاك. الضحكات المبكيات زي ما بيقولوا. الشباب ما بيدوهم اراضي زراعيه، اراضي مثلا يستصلحوها وكذا، بيدوها لهم باسعار عاليه جدا. يعني مثلا وزاره الزراعه لسه بايعه اراضي في مزاد من كام يوم ب 17,000 جنيه الفدان. بينما بيدوها للمستثمرين هي نفس جنيه. الارض الفدان شوف انت بقى بكام. بكلام فارغ. يبقى بالتالي انت حتى بتوقف الشباب وتقول له يا شاب انا مش عايزك تشتغل، عايزك تفضل زي ما انت بالشكل ده، تتجه للمخدرات، تتجه للعنف، تتجه لاي اتجاه، انت حر. المهم في الاخر ما تتعبنيش، انا في الاخر ادي المستثمر اللي المفروض هيدخل عمله صعبه، رغم ان يعني نهضه الامم بتقوم على الصناعات الصغيره. انت محتاج زراعه زي الصين يا دكتور، دلوقتي حاليا مكتسح العالم. ما هو الصين وجنوب شرق اسيا. يعني جنوب شرق اسيا كله قام على منظومه التعليم، صلحوا التعليم بشكل كويس، ده اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيه. وبالتالي دلوقتي شوف ماليزيا فين،
وانت فين؟ رغم ان كان من حوالي 30 سنه كنت انت وماليزيا تقريبا زي بعض، بل بالعكس كانت مصر متقدمه عن ماليزيا حبتين. انما بالنسبه لحقوق المهمشين وذوي الاحتياجات الخاصه وكذا، مفروض المساله دي تراعى بشكل كبير في الدستور، ينص عليها بشكل كويس، ان الانسان نفسه يحس ان هو موجود، ان هو ليه وجود في بلده، مش ان هو انسان زياده ملوش لازمه. بالتالي الانتماء نفسه هيقل، بالتالي العنف اللي احنا عايشين فيه ده زايد ومرشح ان هو يزيد اكتر، بالتالي ممكن يحصل ثوره جياع، وده اللي احنا مش عايزينه. لو الحكومه ورجال الاعمال ما فاطنوش للكارثه اللي احنا كمصريين عايشينها، ممكن يحصل ده بشكل كبير جدا. حضرتك اكيد بتتابع لجنه الخمسين لاعداد الدستور، شايف ان النقاش والجدال حوالين الفقره الدينيه والهويه الدينيه، سايبين فقرات تهم المواطن المصري، وهي احدى الفقرات المهمه حقوق الفقراء والمهمشين، وبيتخانقوا على فقره الهويه الدينيه، وهل هو دين سماوي ولا شريعه ولا تشريعات. ازاي احنا نقدر نوصل صوتنا للمسؤولين او للجنه الخمسين ان هم لا ينسوا الفقراء والمساكين واولي السبيل؟ والله انا خايف ان يحصل السيناريو اللي اتكلم عنه امبارح دكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري، وقال لك ان الدستور اللي بيتجهز دلوقتي مصيره هيقع زي الدستور اللي فات. فيعني اولا انت ما بتبصش لحقوق اي حد، حقوق المهمشين وغيره، انت بتبص نفتح الباب ولا نقفله، هل مصر دوله تلتزم بالشريعه ولا ما تلتزمش، هل مصر دوله اسلاميه ولا. طب يا جماعه الموضوع ده مستقر من 14 قرن ان مصر دوله اسلاميه، الشريعه الاسلاميه هي الاساس، يعني دي حاجات معلومه بالضروره ما فيهاش نقاش. يعني ما ينفعش نضيع وقتنا ونضيع جهدنا في المسائل دي وننسى الاولى بالرعايه، الفئات الاولى بالرعايه. يعني انت لما تخش مستشفى، هل المستشفيات الحكومية فيها رعاية بأي شكل من الأشكال يا أستاذنا؟ لا توجد نهائي، مفيش. العيش المدعم اللي هو أبو شلم بتاع الناس الغلابة ده، لا موجود، بس الضيق بتاعه ناس كتير قوي ما بتشوفوش وما بتلاقوهوش، لو لقوه الضيق بتاعه فرز عاشر، أقمح مسرطنة، يعني الضيق العيش تلاقي فيه حاجات مش كويسة خالص. فيعني يعني المفروض المنظومه دي تبدا تتعدل، وبعدين بقى يبدا كلمني بقى هل الدوله نفسها دوله نوعها ايه؟ انا معاك، بس شبع لي الناس الاول، وصلهم لحد الكفاف يا سيدي، ما تشبعهمش لدرجه ان هم ما يتسولوش الناس ما تتجهش اتجاهات ثانيه عشان لقمه العيش. يعني من التواصل مع الساده المشاهدين بيكلموني في الاطار ده بشكل كويس، ان يعني في احدهم في البحيره مثلا بيقول لي انا عايز امشي صح، ولا عايز امشي في مخدرات، ولا امشي مش عارف في ايه، ولا امشي في ايه، في عنف. هو عايز حد ياخد ايده بس قدامي ان انا اقدر امشي في الاتجاهات دي وسهله جدا، انما انا راجل شريف عايز اكل بعرق جبيني، وعايز اكل من حلال، وعايز اعيش كويس. طب يعني قول لي انت، يعني هو بيسالني بيقول لي قول لي اعمل ايه؟ قلت له الكلام عند الحكومه مش عندنا للاسف. كله عند الحكومه يا دكتور للاسف الشديد. طب قبل ما الوقت يداهمنا والوقت معاك ينتهي بسرعه، طبعا وهو بيمر بسرعه اكيد، شايف حضرتك لو الحكومه التزمت مع المواطنين بالتوزيع العادل للثروه، ده ممكن يعمل لنا اكتفاء؟ طبعا. طب ازاي احنا كحكومه، انا اعتبر نفسي وزير، ازاي انا هوزع ثروه مصر بالنظام العادل؟ هاجي اقول للدكتور علاء انت ليك مليون جنيه خده وامشي روح اشوف اي حته؟ لا انا هوزعه في صوره خدمات. ايه هو بقى اللي احنا محتاجينه كفقراء؟ الخدمات الاساسيه، تعليم، صحه، رعايه اجتماعيه، كل حاجه. طب ما كل ده يقول لك موجود. ما هو مش موجود، مش مفعل حضرتك، هو موجود على الورق. يعني انا هديك مثال صغير، يعني دوشين دماغنا جدا بموضوع الخط الساخن بتاع انابيب البوتاجاز. يعني انا اتصلت بشكل شخصي بيهم عشان بس اعرف الخدمه شغاله ولا لا، من اسبوع ولا 10 ايام الخدمه لسه ما جاتليش. تمام. فيبقى بالتالي مين بيضحك على مين؟ دي مشكله ثانيه. انما يعني برضو حضرتك اسمح لي اتكلم برضو، لان في عجاله الوقت بيدهمنا.
احنا عندنا ثلاث حالات قلب مفتوح احنا كنا اتكلمنا عنهم قبل كده. بيتعمل يا دكتور؟ المفروض ان هو في خلال اسبوع بس احنا محتاجين لهم حوالي 25,000 جنيه عشان نقدر ندخلهم اوضه العمليات. تمام. زائد عندنا اكتر عندنا حوالي 12 حاله غسيل كلوي محتاجين لهم دعم بشكل كويس. زائد ان احنا عندنا مبادرة جميلة جدا، مبادرة جوزني شكرا. احنا بنوفر فرصة شريك الحياة بمقابل رمزي جدا دعما لانشطة الجمعية اللي احنا بنحاول ندعم. طبعا احنا كلنا معاك يا دكتور بندعو السادة المشاهدين للعمل التكافلي والتبرع طبعا من خلال الجمعية لهذه الحالات المرضية التي تستحق فعلا. وفي نهايه الحلقه طبعا احب اشكر ضيوفي الدكتور علاء الدين غنيم رئيس جمعيه صوت الخير والاستاذ ياسين طه مخرج مسرحي. وفي النهايه احب ان اقول للساده الوزراء والحكومه اللي قاعدين دلوقتي في مكاتبهم، اصحي يا حكومه، اصحي في ناس بتموت، اصحي في ناس بتعاني، امتى الحكومه هتحس بالناس اللي تحت الارض؟ اصحي يا حكومة وقت ما يسيبوا التكليف. في النهاية أود أن أشكركم لحسن استماعكم ليا ولضيوفي، وأتمنى أن أكون ضيف خفيف عليكم. وفي نهاية الحلقة أود أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم إيهاب الخولي. حلو الكلام.